بعد أن توقف الزمن لسنوات وانقطع إرسال الحياة عن الموصل، فتح باب المدينة على العالم مجدداً بحماس شديد واندفاع. تلقي كلوديا محاضرتها في هذا القبو العتيق، ألف ليلة وليلة باللغة الألمانية، يملأ جعبتها وهي قادمة إلى الموصل. في مجلدي الأخير هناك مثلا قصة إبراهيم وجميلة تدور على نهر الدجلة، فمن ذلك اختيار مدينة الموصل التي تقع على شاطئ دجلة مناسب جدا لمثل هذه الحكايات من التراث العالمي والعربي. الجمهور لطيف جدا، استقبل محاضرتي وأفكاري عن ألف ليلة وليلة بلطف وبعقل، وأعطاني أسئلة وأفكار جديدة. صح، أكيد سوف تؤثر علي بالإيجابي وسأفكر فيها دائما. الاستقرار الأمني والبيئة الخصبة في الموصل جعلت شهية السياح والمفكرين تنفتح لزيارتها، وهذا ما نشهده اليوم. رب ضارة نافعة جسد هذا القول هنا، ففاتورة الحرب التي دفعتها المدينة باهظة، لكنها عادت بالإيجاب على واقعها العام. هذا يدل على أن مدينة الموصل انتقلت الآن إلى مرحلة أخرى بعد مرحلة الاستقرار التي حصلت. أصبحنا في مرحلة تمام كبيرة جدا، العديد من السياح أصبحوا يزورون المدينة، والأهم من ذلك أصبحت المعاهد الرسمية والعالمية، لأن معهد جوتا هو معهد عالمي، أصبحت تهتم في الحضور لتقديم جلسات وحوارات وعمل شراكات مع المراكز الموجودة في المدينة. ويأمل متخصصون في الشأن الثقافي أن تصل رسالة المحافظة المنكوبة إلى العالم، وأن يكون هناك إقبال أوسع من هذه النخب التي تجلب معها في العادة عيون الكاميرات الدولية لتوثق ما جرى. يرون فيها مدينة تاريخية عظيمة، وكذلك مدينة تشافت من بعد الصراع والحرب بشكل سريع جدا، واليوم المدينة مستقرة وآمنة وتستقبل الكثير من السياح الأجانب وأيضا الجهات الدولية. بعد أن تقطعت أوصال مدينة الموصل لأعوام بسبب سيطرة تنظيم داعش عليها، تعود اليوم لتلامس العالمية بتراثها وثقافتها وحضارتها، وتكون منطقة جذب للسياح وكبار المثقفين الأوروبيين. من ذات المدينة، محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.